الجائز اللي وقفت معنا في هاد المصيبة ديالنا، لأن السيد هذا بدون ترخيص، بدون، لأن الخدمة ديالو كان بداية الأشغال كلها سرية. شنو هو تثبيت الريزو في شارع الوليد بالعرائش؟ تثبيت الريزو في شارع خالد الوليد بالعرائش، ولكن للأسف أن هذا الشيء كان سري في الليل، كيخدموا في الليل ما كيخدموش في النهار. ثبتوا الريزو بقاش من البارح؟ التاريخ هو 10/5/2017 ولكن للاسف ان الاشغال كامله كتسري. واحد من العماره هو اللي تعاقد معهم ولا شنو؟ شنو واحد من ما عنده السكن ديالو مستقل، ولكن احنا عندنا احنا كنحتاجوا متضررين الساكنين. شنو الموقف ديالكم نتوما؟ الموقف ديالنا اننا غنصعدوا من الاحتجاج ديالنا في الريزو بدون مسجل، لان بدون ترخيص، كون ان الخدمه كتكون في الليل في السريه بدون ترخيص. لو كان ترخيص السيد القائد راه جا لهنا وحجز له على الماتريال، على الماتريال ديال العمال، وكون كان عنده الترخيص علاش السيد القائد اللي يحجز له الماتريال العمال؟ مادام ان السيد القائد ديال المقاطعه الاولى جا يحجز له الماتريال، وللاسف ان هادشي حنا. شحال الناس اللي كيسكنوا تقريبا في العماره؟ شحال كيسكنوا؟ حنا عندنا سيدي ثلاثه اربعه ديال السنديك، ياك سيدي؟ اربعه ديال السنديك عندنا هنا. ديال العمارات اللي متضررين من هذا. عندنا غرناطي الف. عرفتوا الاضرار ديالو؟ واش درتوا شي دوسي على الملف؟ بطبيعه الحال ان هادشي معروف، المعروف، لان عندنا الناس المرضين، عندنا ناس عندهم ملفات طبيه. وكاين المسنين وكاين الاطفال، وحنا كنتمناو ان السيد العامل ياخذ القرار، عامل صاحب جلاله مدينه العرائش هو اللي عندنا فيه الثقه الكامله انه ياخذ القرار ديالو في هذا المشكل. الملف الطبي هو يمكن تعطينا شي نظره على الملف الطبي كيتكون. الملف الطبي هذا ملف طبي يعني ديال الاشاعات، ديال الاشاعات، كون ان السيده مريضه. نعم نعم تكلم تكلم معك هذا الموضوع. الملف الطبي هذا كيحتوي على معلومات كتتعلق بالشرايين ديال القلب، ومن الاضرار المعروف عنها من خلال هذه الاشاعات ديال هذا اللاقط اللي هو حاليا كنديروا هذه الوقفه احتجاجيه عليه. انا عندي الدوسي هذه ديال الزوجه ديالي، يعني هو كنقدموا امام سيادتكم، يعني غادي تزيد الزوجه ديالي، غادي تزيد الدار، هي مضروره وغادي تزيد الدار. حنايا كنطالبوا من السلطات المهنيه ومن العامل ديال الاقليم العرائش وقفوا معنا هذه الوقفه هذه، ولهم جزيل الشكر ولكم جزيل الشكر. اذا تثبيت روزو في يعني مكان آيل بالسكان في وسط المدينه بدون ترخيص امام احتجاج ومطالب الساكنه ب يعني رفع هذا الريزو، رفع الضرر.